كأنه عادي لباقي الناس، بصير معقد لما في اكتئاب. بطلع من عندك بأسهل على الآخر. كل اللي عم تحكيه طبيعي. كيف ماشي مع الكتابة؟ ماشي مش بطل. مش ماشي بالمرة أبدا. آسف على الإزعاج، إحنا جيرانكم جداد. كش ساعة؟ 12 ونص. شو اسمها؟ هاي بالأصل اسمها جوزافيل. صباح الخير. طالع تمشي؟ لا رايح أجيب شغلة من السيارة. سيارتك هناك؟ تعرف إنه شكله كتير لطيف وخدوم؟ لا لطيف ولا عباله، زنخ وفصح وتيل دم. بدي إياك تدبر لي حدا يقتل لي حدا. كأنه كيف قلب جلال من إنسان تحتقره لصديقك المفضل؟ لسه فاهمين. تشوفين؟ قلت إنك زيك زيي يعني. عايش عصام مرتك. بقدر أحط شي لونه بيج مع غسيل أبيض؟ كل شي ولا ينحرق الكباب. حالي بعرف كاس شيلي يعني عم بخاف منك. مش جبان، جبان بخاف من الموت. جبان هو اللي بخاف من الحياة. يلا